وهيدي الفقرة مخصصة بس للجوكر وحضرتك الليلة للجوكر معنا. بدي أطلب منك تعتبري حالك أنت هلأ مقدمة برامج وعم تغطي حدث مهم ريد كاربت وعم بيوصلوا المشاهير وبدك تعملي تعليق على لبسون أو تعملي انترفيو معهم. جربي بطريقة يعني أنت هلأ مقدمة برامج. خلينا أول شيء تتفضلي على المسرح. أوكي بس أنا ممكن هلا نستعين بالضيوف يعملوا ريد كاربت. استعيني باللي أنت عايزة تنقيه. استعين بصديق كله. بستعين بيك يا ماجد النهاردة. فيك تستعيني بفريقك كله. لا أنا عايزة أستعين ممكن بمحمد. بمحمد؟ يعني حد منكم ممكن. أكيد أكيد. أوكي. أوكي. لكن فينا نبلش ماجد يقطع يرجع ديانا بعدين ستيفاني. أنتوا هلا الستارز وقاطعين على الريد كاربت وهلا بدها تعمل انترفيو معكم. أنا عارفين عشان هم يعدوا. لا لا فوق بيقطع حدك. عشان الحاجات وأنا حاجات. أوكي. وأنا أعدي منهم. مساء الخير. مساء النور. يلا. أوكي كاميرتك لهونيك. دي مارجيني سي سوشيال ميديا مارجيني سي معايمي والله معانا النجم العالمي لابس جاكيت بيرش حلو قوي وبنطلون جينز وجانيل شكرا والنجم القادم على الوجه معانا براينن فيك تسألي كمان تعملي باري ليس يا سي فا برونتي بروسلي بروسلي تمام بروسلي بروسلي ترولي اللي نسيتي كابالو ترولي تفضلي حضرتك برادي نس كابالو تعالى بنت نعدي نجمة بروسكي ترولي اللي لابسة فستان توبلي تكرا لاستي كوبا ترسي بلانتي كوبا ما فستينا ترولي اللي تسلاشو تبرانزو كاسو شوشو بلاستو بلاستو ايه ده انتوا طلعتوا منين؟ انتوا جيتوا منين؟ هو قرر انتوا اللي رقصتوني معانا دلوقتي طبعا نجم النجوم اللي كل البنات بتحبه دي حقيقة وانا هطلب منه طلب يغني هنا وهو بيعدي على الريد كاربت احنا كلنا بنحب صوتك اوكي يا شيخ انا عايز اطلب منك حاجه طيب يمكن اطلب منك 5 جنيه مش هطلب منك اغنيه خد بالي يعني ستيفاني ليالينا ليالينا مشينا وقدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا خلي على طول بالعياط ليالينا ليالينا مشينا وقدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاني الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة وتاني الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة والله وجيتي علينا يا دنيا علينا يا دنيا وجيت كتير على ناس قبلينا ليالينا ليالينا اوه يا عم على دور بدها تمشي على الريد كاربت يلا ستيفي يلا بروسي كري برولي اسيتي برولي لندي كرامني كرامني بوري بروسي كي لبون بليز وزعت كتير كبيرة لهون عامل ايه خلاص برافو طلعت بالقنبلة ايه كنت هقدم لكم القنبله يلا يلا اختبي لو عايزه قنبله انا رايحه لها
هذا قنبله. تعالي يا روحي بطلي. تعالي يا روحي بطلي يا حبيبتي. تعالي يا روحي. روحي مش طايقه نفسي. مش معلش يا روحي معلش. النجمه اللي مش طايقه روحها يا جماعه. النجمه اللي زهقانه من روحها. لا يلا يا بيضة ماشي يا بيضة يلا يا روحي ماشي يا لولا يلا يا لولا ماشي يا لولا يلا يا حلوة يا حلوة يا حلوة برافو لها للفاخر أظن احنا عملنا استعراض احنا ناخد فيه 25 علامتين للفريق الأول بتصيروا 19 علامة الحمد لله كده 19 الفريق الاول هو مش الجوكر و15 الفريق الثاني وشدوا حيلكم شويه وادم كان عايز يقول لنا حاجه غالبا من شويه كان في مناسبه هلا هرغني ذكرتني بغنيه انت عاملها من لحنك لشيرين بتقول الصعبان عليه الله الغنيه خلينا حته بقى شو حلوه طبعا حقول منها شقفه وبدي احب اقولها كمان انه هناخد لحم من ابو حماد كمان اكيد ان شاء الله الصعبان عليه وبيطمن عليا قولوا له لسه عايشه وكل شيء حلو في عيني الصعبان عليه صعبان عليه صعبان عليه أحلى سقفة لأحلى مغني في لبنان يا جماعة مش معقول فظيع فظيع مش معقول آدم ما يغني وديانا ما تغني أكيد كنت مغنى آدم طبعا طبعا شو ردك شو بدنا نغني على فكرة ديانا بخيلة علينا ليه؟ لأنه أنا كتير بحب صوتها مين ما بحب صوتها؟ تاني شي تاني شي تاني شي اللي هي ما بتعرفه والعالم ما بيعرفه إنه لما كانت بالسوبر ستار أنا كنت من الداعمين لإلها من البدايات وتاني شي كنا حبيبي. بحفلة قريبة كان عندي حفلة وقدمتها تغني وقالت لي ما بدي ما بدي لأنه أنا جاي أحضر آدم صراحة فهلا بدك تعوضينا اياه يعني ليلى بدك تعوضيها لادم وتسمعي غنيه انت على بالك تغنيها طيب حنقول حاجه للست مش كده؟ هتغني معايا؟ اكيد يلا يلا الله